انا مش مرتاح مش مرتاح ماني مرتاح ما حدا مرتاح شو بك الشغل ماني مرتاح بالشغل معاشك لا اخي المعاش مقبول بس انا ما عم بقدر ركز بتروح الصبح مين بيستقبلك مين مريان مريان تعطيني هالنظرات كأنه بدها تكلني بعيونها لا يا زلمة تعجبني البنت بس الشغل شغل بعدين بتروح تعمل فوتوكوبي مين بتشوف هونيك؟ مونيك مونيك هاي الرابع مرة بتسألني عن رقم سيلاري أجادك ما عم بقدر ركز اجتماع آخر جمعة زيين كانوا رايحين على سهرة وأنا قاعد مزروب بين الاثنين هون مش عم بقدر اتحرك فريد أنا مش مرتاح مع XXL Vodka Mix كل خبرية وإلى طعمتها